يقول لي أموال عند الناس وتدفع لي بالأقساط الشهرية تصل إلى 5 سنوات، فهل أزكيها أم وبعضها يتأخر، فهل يجوز أن أزكيها أم ماذا أفعل؟ نعم، كل ما تتم سنة تزكي الأموال اللي عندك واللي بذمم الناس لك، اللي عندك من النقود واللي في ذمم الناس دين لك عليهم تزكيه سواء، تخرج ربع العشر عن الجميع كل ما حال عليه الحول. نعم.